في بلدة عرسال الجبلية على الحدود مع سوريا يعيش ما يقارب 70,000 لاجئ سوري. هنا أبصرت عيون الطفل معتصم نور الحياة قبل 5 أشهر. هو واحد من آلاف الأطفال السوريين الذين يولدون بعيداً من وطنهم. كنت بتمنى يخلق بالظروف اللي كنا عايشين فيها، بالأمان، بالهدوء، بالدفى، بيتنا. هؤلاء الأطفال ملعبهم المساحات بين الخيم، ظروف حياتهم صعبة. قريباً سينضم معتصم إلى بقية الأطفال، إلا إذا انتهت أزمة سوريا المستمرة بلا آفاق للتسوية وعاد أهله إلى بلدتهم. أطفال كتير بس ما لهم مستقبل بالمخيمات، ما لهم أي مستقبل، لا مدارس، ما في مأمل لهم. لكن رغم معرفتهما بواقع حياة التهجير أنجب هذان الأبوان طفلا. يعني هي طعمي من الله سبحانه وتعالى، ولاحظنا انه هون الولد فعلا انه متعب. يعني ممكن هلا اذا بدك تسالني بعدين انه انا اخذت قرار انه ما عاد اني اجيب ولد بسبب انه هالظروف هاي. تربيه الطفل صعبه في الحالات الطبيعيه، فكيف الحال في ظروف التهجير؟ طفل صغير بده يكون في له جو معين، كذا جو مخيمات، جو ملوث، مي ملوثي. اطفال يكاد عددهم يصل الى نصف العدد الاجمالي للاجئين السوريين في لبنان. هؤلاء أزمة سوريا المقبلة. أطفال سوريا يعني تعذبت كتير، تشنشطت، كانت بالمدارس، كانت تدرس، كانت تلبس أحلى لبس وتأكل أحلى أكل، صارت تطلع على الأولاد الغيرة، صارت يعني تحزن كتير، تزعل لحالها. 3 سنوات من الحرب واللجوء ستبقى صورها مطبوعة في عقل أطفال سوريا، فهل الصور المقبلة في حياتهم ستنسيهم ما عانوه خلال هذه السنوات؟ سيسجل التاريخ يوما ما أن هذا الطفل السوري ومعه آلاف آخرون ولدوا داخل خيام. الكل عرف كيف ولدوا، ولكن لا أحد يعرف أي مستقبل ينتظرهم. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي من بلدة عرسال في سهل البقاع.